أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين في برنامجنا عليكم بالعافية مع الشيف محمد. تفضل شيف، كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيك. شو الأخبار؟ تمام، شو أخبارك؟ اليوم بنتكلم عن وصفة جديدة، وصفة اللازانيا، وهي وصفة بيمشي فيها يعني الشيف محمد. طبعا اللازانيا وصفة معروفة يعني في أغلب المدن. اللازانيا اليوم هنحاول نستخدم فيها الحليب القليل الدسم. خلينا نبلش بالمقادير: زيت الزيتون، البصل، الثوم، الطوميتو صوص، ممكن بقدونس، الملح، معجون الطماطم، حليب قليل الدسم، المشروم سلايس أو الفطر، واللوفات تشيز موتزاريلا، والطحين، واللحم المفرومة، زبدة وزعتر وجوز الطيب، والخل، اللازانيا المسلوقة، وعنا الخل. أوكي. نبتدي بالزيت الزيتون، طبعاً ملعقتين زيت الزيتون. طبعاً استخدامه دائماً زيت الزيتون يكون جداً قليل، خاصة في القلي، ما نستخدم في الطبخة أو القلي الساخن، يكون على الطبخ على الخفيف. أيوة، الطبخ الخفيف. أيضاً من ضمن فوائد زيت الزيتون أنه عند في مضادات أكسدة عالية، ومفيد لجميع يعني الأشخاص، ما عندنا أي مشاكل من ناحية الناس اللي عندهم مشاكل مثلا أمراض المزمنة أو الناس طبيعيين، فما حد يشتكي منه لأنه طبيعي 100%. إذا نحمر البصل، خليه شوي يتحمر على النار، بعدين بنضيف الثوم، مقدار ملعقتين صغار ثوم. اوكي، نستمر بالتحريك. دائما شوف اذا استخدمنا الثوم او استخدمنا البصل يكون استخدامنا كيف، يعني لحد ما يكون البصل والثوم يعني اغلب الاكلات على طول متواجد، الثوم والبصل. ايوه، عشان كذا دائما تشوف ان بعض الاطعمه عندنا صحيه 100%، يعني ما عندنا مشاكل في الاطعمه الا اذا اضفنا لها كميات كبيره من الزيوت او كميات كبيره من الدهن، لكن بشكل عام منتجات البصل والثوم هاي المكونات هاي مهمه جدا، ودائما ترفع مناعه الجسم لان فيها مضادات اكسده جدا عاليه. تمام، نضيف اللحمه مفروم. واستخدامنا بعد اللحم المفروم قد ما نقدر نحاول نستخدم اللحم المفروم اللي يكون خالي من الشحوم او اضافه الشحم له، دائما يكون اللحم الاحمر افضل. بالضبط، عشان كذي تكون ايوه هبره، فعشان كذي دائما نقول اكلنا صحي في هذا البرنامج، واستخدامنا المواد هاي تكون دائما باستخدام صحي. طبعا هاي اللحمه ما فيها دهن، خاليه، نحن خاليه الدهن، لحمه هبره حمراء بس من دون اي دهون. نستمر بتحريك اللحمة، طبعا اللازانيا اوريدي انا عندي مسلوق الباستا جاهزة، بس فعليا نحضر الصلصة الحشوة. أوكي. الصحية اللي هي الحشوة، هي بتتكون من صلصتين، صلصة حمراء وصلصة بيضاء. الصلصة الحمراء مع اللحمة بنشتغل فيها الحين، بس تكون عندنا جاهزة. عندي الوايت صوص، جاهز مثل ما شايفين، حيتم خلط المزيجين مع بعض. الوايت صوص اللي هو البشاميل عبارة عن الزبدة مع الطحين مع الحليب، مخلوطين على نار هادئة. بوريكم كيف نعملها. طيب إلى ما يخلص عندنا الشيف محمد بخصوص أن تنضج شوي اللحم، بتضيف مشروم. أوكي. نتكلم شوي عن فوائد المشروم. فوائد المشروم بالنسبة لطبقنا اليوم الصحي جدا مهمة، فيها مع عنصر جدا مهم هو السيلينيوم، وهذا العنصر مهم للناس اللي عندهم تعزيز مناعتهم، الناس اللي دائما يحسون مناعتهم ناقصة، يبعد الناس عن مشاكل الأمراض السرطانية المستقبلية، الناس اللي عندهم مناعتهم نازلة فيستخدمون المشروم، وهذا مهم جدا. أيضا السيلينيوم في عنصر أو اللي هو البوتاسيوم، وهذا البوتاسيوم يكون غني في المشروم، وبالتالي يعطينا توازن في سوائل الجسم.
عشان كده نلقى دائما ننصح مرضى الضغط باستخدام المشروم في وجباتهم لتخفيف او ليوصل مستوى الضغط عندهم مستوى اللي هو المناسب. كذلك من ضمن فوائد المشروم ايضا انه محتوي على عنصر اللي هو البوتاسيوم وعنصر الكالسيوم وعنصر فيتامين سي، ايضا هذا مهم جدا في تقويه العظام وفي نفس الوقت في يعني هشاشه العظام، تقي الناس من هشاشه العظام مثل ما نقول. فوائد كثيره والله. ايوه، وفي بعد ممكن يرفع لك الكوليسترول اللي هو المفيد وينزل من الكوليسترول الضار بسبب وجود الالياف الموجوده فيه والمعادن والفيتامينات. راح نضيف الزعتر. طبعا هنا استخدامنا للاعشاب هاي حلوه لانها تعطينا نكهه عن ايوه نكهه وريحه حلوه. لو نلاحظ هنا حتى استخدامنا للبهارات ما تكون استخدامات عشوائيه، يعني لا اشياء بسيطه أشياء جدا. اشياء بسيطه يعني نوع او نوعين مش اكثر. نضيف المعجون الطماطم. استخدمنا معجون الطماطم هنا نوعين شيف. نعم. استخدمنا الطازج واستخدمنا اللي هو الثاني المعجون. فدائما استخدام الطازج اكثر من المعجون عشان احنا نفضلها دائما لان فيها مكونات اكثر وفيها ممكن املاح عاليه، ومرضى الضغط ممكن ما يستخدمونه وممكن يكون عندهم مثلا نقول احنا مرضى الضغط مشاكل في استخدام الملح، فممكن نستخدم الطازج افضل من المعجون كميات بسيطه. احنا حطينا الطازج ملعقه صغيره بس من الطماطم. اوكي، تعطينا لون حلو. تعطينا اللون. اوكي، ونكهه كمان خفيفه بالصوص. طيب خلينا نتكلم عن تاريخ اللازانيا. اللازانيا كل العالم عرفوا ان اللازانيا يعني مشهوره انها موجوده في ايطاليا وان نكهه يعني مثل ما نقول وصفه او اكله ايطاليه، لكن هاي اللازانيا احنا اكتشفناها ان في كتب قبل كانوا يتكلموا عنها، يعني بعض القصص قالوا عنها ان في كتب الطبخ في انجلترا كانوا كاتبين اول كتاب كانوا وضعه في انجلترا عن اللازانيا عشان شيء نسبوها شوي للبريطانيين، لكن لنا الحين متصدره عند الايطاليين ومعروفه عند باقي الشعوب كلها ان هي ايطاليه. ما ادري اذا اساسها انجلترا. انجلترا اول وصفه كتبت فيها في كتاب في انجلترا. وانت عارف وين ما راح ايطاليا. إيطالي. صح، هي شيء باسطه ايطالي بس خلص. انجلترا احنا على العموم نمشي الناس لازم نعرف التاريخ عشان نعرف بعدين يعني نتكلم فيها، لكن في النهايه هي سواء ايطاليه ولا انجلترا المهم وصلتنا احنا كشعوب ومستمتعين فيها. صح ولا لا شيخ؟ ما تكون مستمتعين فيها. صح. ممكن تطلع لك بعدين بعد فتره هنديه، احنا ما نعرف على حسب البهارات. طلعوا لازانيا هنديه. ممكن. كل شيء ممكن طالما بهاراته الموجوده وكل شيء موجود فممكن يصير هندي، ليش لا؟ طيب هلا نحن عندنا تقريبا الصلصه صارت جاهزه الحشوه، نبلش بسكب اللازانيا. هي ما بتاخذ وجبه، يعني ممكن الناس تفكر انه بتاخذ وقت، بس هي بس يكون عندك الانجريدينت جاهز ما حتاخذ اكثر من نص ساعه تحضير. يعني زين، ممكن احنا نراويها من المشاهدين نشوف كيف طريقتها بس كم كيف وصلت. يعني طبعا احنا هذا القوام اللي هو الفطر مع اللحمه مع الاعشاب اللي حطيناها الزعتر. تمام. اوكي، نبلش في طريقة السكر. أنا عندي لازانيا موجودة مسلوقة جاهزة عندي. طبعاً هذا نوع من أنواع المعكرونة شيف، صح؟ نعم. يعني ما تختلف عن المعكرونة الثانية، بس طريقتها أنها هي مسطحة وأنها تكون بس أيوة طريقة التقديم كمان بتختلف شوي. طبعاً نحن نحط شوية صلصة في القاع عشان بس نبلش نصف رقائق اللازانيا بهذا الشكل. يعني ما حتطلع هي لازم تكون ايوه بتكون متساوية القاع، تكون مثل الطبقة مختلفة ما بين اللي هو الصلصة وبين نعم. المعكرونة وبين حتى الرتوش ممكن نستخدمها، ما في داعي نستغني عنها. نبلش نحط
طبقه اللحمه. ممكن راويهم هي طريقه. أيوة. تفضل تفضلي. وايت صوص دائما لما نحطها تكون طريه فبتطريها. نعم. اكثر. نعم. لما تدخل في الفرن ممكن تكون ناشفه اذا ما طريناها بالصلصه وما طريناها باللحم المفروم، لكن بهالطريقه بتكون ظاهره طريه عشان شيء ممكن الانسان حتى الاشخاص يستخدمونها فتره الصيام لانهم دائما فتره الصيام يحسون بالجفاف. نعم. ويبغون السوائل. حط لها تشيز كمان بين الطبقات، ممكن في ناس تحط بس على الوش، انا بحط احط لها بين الطبقات. ممكن نحطها طبعا بين الطبقات اللي حطيناها معناته رفعنا السعرات الحراريه، يعني كميه السعرات الحراريه الموجوده فيها تكون سعرات عاليه جدا، لكن اذا خففنا من كميه البسيطه هاي يعتمد على حسب الشخص. نعم. وعلى حسب وضعه الصحي. بالضبط. تمام. نضيف مره ثانيه طبقه ثانيه من اللحم. الطبقة الثانية والأخيرة. هلأ بنضيف شوية صلصة. يعني الطبقات مش محددة، على حسب الصحن، على حسب المقدار. طبقات، أربع طبقات، حسب حجم الكونتينر اللي بنشتغل فيه أو البولة. نرجع بنحط طبقة لازانيا. ونحط صلصة. بالنسبة لصحن اللازانيا ممكن حتى إذا الإنسان ما بحب إنه ياخذ كميات كبيرة من السعرات الحرارية في طبقة طبق يعني في هذا الطبق الأساسي، ممكن ينصبه مثلا يكون الطبق هذا لشخصين. نعم. احنا قلنا لشخص واحد لكن ممكن ياخذ لشخصين، في نفس الوقت إن طبيعتنا احنا استخدامنا للمنتجات هاي كلها منتجات الألبان مثل والجبن والحليب يكون قليل الدسم. كله قليل الدسم. يعني لكن معناته هذا إن هذا بس حق شخص كبير، ممكن. نعم. نستخدمه حتى حق الأطفال لأنه غني بالبروتين والبروتين جدا عالي، وبالتالي هذا النمو محتاج ان الطفل للبناء والنمو. الاشخاص اللي عندهم فقر الدم، عندهم انيميا حاده، ممكن يستخدمون هذا الطبق لانه غني بالحديد. ايضا النشويات الموجوده فيها نشويات مش نشويات يعني كثيره، لانها طبقه عباره عن طبقه بسيطه جدا، فبالتالي اي شخص ممكن ياخذها. بس عملت ما عملتهم ثلاثه عشان كمان نقلل السعرات. فتقليل السعرات الحراريه من النشويات هذه فبتساعد ان الشخص ان ياكلها باريحيه ويستمتع في هذا الطبق. تمام. هلا بتكون عندنا جاهزه هيك، ندخلها للفرن. اذا بتقدر تورجيها للمشاهدين. بدت ربع ساعه على درجه حراره 180 درجه. طبعا هذا الطبق ممكن احنا نحطه بالاضافه لهذا الطبق سلطه السلطه، اي نوع من السلطات حابين نضيفه بحيث انه يكون طبق صحي، لانه هو محتوي على الكربوهيدرات والبروتين والموجود فيه، لكن محتاج بعد لطبق صحي من السلطه اللي ممكن ندخله معاه. هلا هيك طبقنا صار جاهز. بس حابين نخبركم بالنسبة لطبق اللازانيا السعرات الحرارية الموجودة فيه تقريبا 437، بالنسبة للكربوهيدرات في تقريبا في 37 ايضا جرام من الكربوهيدرات، بالنسبة للبروتين 25 جرام، اما بالنسبة للدهون 21 جرام. فيعني كوجبة رئيسية حلوة. شكرا شكرا، الله يعطيك العافية. المعلومات القيمة اللي اعطيتينا اياها. وانت والله ما قصرت يا الله يا شيف محمد. نشوفكم ان شاء الله اعزائي المشاهدين على الحلقة الثانية. عليكم بالعافية.